بقى والدخان. تفقدنا اليوم بصحبة السيد قائد عمليات نينوى والسيد قائد شرطة نينوى وبعض الفريق الهندسي من بلدية الموصل والهندسة العسكرية الجسر العائم الجديد الذي سيخدم حقيقة أهل نينوى ويربط الساحل الأيسر والأيمن من مركز مدينة الموصل أي قلب مدينة الموصل من منطقة الفيصلية باتجاه شارع الكورنيش. هذا جسر حيوي جدا، إضافة أن هناك لدينا أعمال على الجسر القديم في نينوى الذي سيساعد كثير من أبناء مدينة المحافظة للتواصل، والكل يعلم أن منطقة الكورنيش والميدان والدواسة ومنطقة باب الطوب وشارع خالد بن الوليد هي المراكز التسوق الرئيسية لكل أبناء محافظة نينوى. هذا الجسر سيعيد الحياة، هناك كوادرنا حقيقة من بلدية الموصل تعمل جاهدة ليل ونهار لغرض إعادة الحياة، إضافة إلى دوائر الماء والمجاري وإضافة إلى دائرة الكهرباء لإعادة الحياة إلى تلك المناطق بالسرعة الممكنة. العمل متواصل ليل ونهار، نشكر كل الجهود المبذولة لغرض خدمة أبناء نينوى وأهل نينوى من الدوائر الخدمية الموجودة، ونشكر القوات الأمنية التي سعت حقيقة جاهدة لإعادة الحياة والأمن إلى هذه المدينة بعد صفحة التحرير. اليوم بدأ صفحة الأمن والبناء. نتوجه بالشكر والتقدير والشكر الجزيل والتقدير لكل من سعى إلى بناء هذا الجسر والذي خطط له حقيقة بجهود مضنية دائرة الهندسة العسكرية. نتمنى إن شاء الله خلال 24 ساعة سيتم فتح هذا الجسر لأهل نينوى وبإمكان استخدامه يوميا من كل أبناء نينوى المدنيين والعسكريين. بالإمكان التعامل مع هذا الجسر على أنه جسر يعوض عن الجسور الأخرى التي حقيقة فقدناها بسبب الضربات الجوية وأصابات داعش والعمليات العسكرية. قمنا اليوم بزيارة الجسر العائم الجديد بصحبة السيد قائد عمليات نينوى والسيد القائم مقام وكوادر الهندسية في بلدية نينوى ومن أجل الاطلاع على جاهزية هذا الجسر. هذا الجسر الذي له أهمية حيوية في ربط الساحلين بعدما دمرت جميع الجسور، وكذلك ليخفف الزخم عن جسور البقية. وأيضا شاهدنا أنه الجسر القديم أيضا الآن في مرحلة تأهيل لفترة قصيرة إن شاء الله سيفتتح. هذا الأمر الذي حصل اليوم ويحصل بعد ما تحقق الأمن في هذه المحافظة، اليوم مرحلة البناء اللي أيضا هي مرتبطة بالأمن، لذلك نطلب من أهلنا في محافظة نينوى أن يحافظوا على هذا النصر بتعاونهم معنا وبطرد ونبذ كل شيء له علاقة بداعش. بعد إكمال كوادر الهندسة العسكرية للجسر العائم الذي يربط الساحل الأيسر بالأيمن وخاصة المنطقة التجارية في الساحل الأيمن، قامت كوادرنا بهذا اليوم بإكمال مقتربات الجسر من أعمال تهيئة الطرق من ناحية فرش الحصى الخابط والأعمال الأخرى، وإن شاء الله نحن عازمون كبلدية موصل لإكمال كافة الأعمال المنطبينة من أعمال رفع الأنقاض وإعادة الطرق إن شاء الله في الساحل الأيمن والأيسر.